نتواجد اليوم بإحدى المدارات الذي تم وضعه، ورهنا إشارة مجموعة من الفاعلين التربويين سواء التلميذات والتلاميذ الأطر التربوية منشطين نوادي البيئية، وكذلك نساء ورجال الإعلام ومختلف المواطنات والمواطنين. هو عبارة عن مشروع تم عن طريقه إرساء مدار يمثل الدورة المائية بجهة مراكش أسفي، حيث يتم التعرف عليها على مختلف المراحل التي تقطعها قطرة الماء حتى وصولها إلى البيت، وبعدها بطبيعة الحال في مرحلة ما بعد البيت بعد معالجتها داخل المحطة، من انطلاقا من المياه التي يتم جمعها داخل سبتلة كركوس وعبر القنوات يتم نقلها إلى المحطة معالجة المياه في سيدي موسى، وبطبيعة الحال حتى وصولها إلى المساكين. من خلال هذا المدار يتعرف زائره على أولا الطريق التي تقطعها هذه قطرة الماء، وثانيا على الكلفة المادية التي يستلزمها تلك المياه حتى تستطيع حتى تصل إلى المواطنات والمواطنين ويقوموا بها، ثالثا على الكلفة المادية كذلك التي تستلزمها معالجة المياه التي يطرحها على شكل مياه عديمة والتي يتم إعادة استعمالها في الغرس. هذه الأمور كذلك يتعرف على الكميات التي تتواجد من حيث الموارد المائية تتواجد بجهة مراكش أسفي وتضاؤلها سنة بعد سنة، خصوصا في هذه السنة التي نعتبرها هي سنة تميل إلى الجفاف أكثر. نتمنى الله سبحانه وتعالى يجود عنا في هذه الأيام بأمطاره حتى إن شاء الله على الأقل يتم إغناء الموارد سواء المياه الجوفية أو المياه السطحية داخل جهتنا ويرفع عنا. هذه السنة كما قلت هي من السنوات التي تم فيها ناقص الخطر، وانتقلنا من مرحلة الإجهاد المائي إلى مرحلة النقص المائي، وهذا يمثل خطرا بطبيعة الحال. هذا يستلزم منا تعبئة المواطنات والمواطنين التلميذات والتلاميذ الفاعلين كل من موقعه من أجل المحافظة على الموارد البيئية، وتنخرط هذه العملية كما تعلمون في إطار الأسبوع المائي الذي تنظمه جمعية مدرسي علوم الحياة الأرض في دورته السادسة بجميع مدن المغرب. الآن هنالك مجموعة من الأنشطة نوظف بشكل كبير هذا المدار في أجل التوعية والتحسيس، ولكن هنالك أنشطة أخرى حيث يقوم بزيارة هذه المحطات لمعالجة المياه سواء صالحة للماء الشرب أو المياه العادمة، زيارة بعض المتاحف، ولكن كذلك تنظيم ندوات وعروض وندوات للتبادل المعلومه والخبرات في مجال التدبير المندمج للماء. وغادي يكون عندنا ان شاء الله ندوتين جهويتين، اولاهما بمدينه اسفي والثانيه بمدينه الصويره بحضور جميع الفاعلين، وسوف تخرج عنهما ورقات بطبيعه الحال ورقات ترافعيه ورقات تواصليه ورقات لتتضمن مجموعه من المعالم والمعطيات التي لا علاقه بهذه السياسه التدبير المندمج داخل هذه على أساس تقاسمها مع جميع الفاعلين.